وشك ما عم يضحك لرغيف السخن. بكفي بقى حكي شوي. دخيلك ما في شي بيبسطك بالمرة؟ ما بعرف يا منى، زعلت من أيمن. كيف رضي يشتغل مع عمار ما عم بفهم. تركيه لحاله، أكيد في شي براسه. قلبي مو مطمن. حسب كلامه هو عم يحمي أخته. شو عم يحمي فيها؟ ما أصلاً هن مع بعضهم واضحة مثل عين الشمس. ما في داعي لللف والدوران. ايه ماشي، مدام هو مع فرح وانت كمان لا تفكري بعمار. ما عم فكر بعمار ولا بغيره يا منى. شوفوا مين عم يحكي. لكن ليش مقروقة كل هالقد؟ منى انا مالي مقروقة ولا شي، فهمي. عمار اتهمني اني خاينة، والخاين الحقيقي انا شفته بعيني. ايه خلص بقى، معناها نسيكي، عم يعيش حياته وانت نسي. ايه ما بيستاهلك منى. انا حاولت اقتل حالي، انتحر. ليش؟ لاني وسخت حبنا بايدي. شو استفدت يا منى؟ يا ريتني متت ولا شفت هلا منى. انا من سيء لأسوأ ومو طالع بايدي شي. لهلا خجلانه من الناس. ما كان عندي حل تاني غير اني روح لعند ايمن. رحت لاني بحترم حبي لعمار وبدي حافظ عليه. ها حطي عقلك براسك بقى، كنتي رح تتخلي عن روحك. هو شو عمل؟ ها ما ضيع دقيقة واحدة ولف على فرح مشان يطبقها. هو كل همه يعذبني. لهالسبب اشترى الأرض، ولهالسبب عم يقرب من فرح. هلأ بلشتي تفهمي. من وقت ما تركتيه صارت هاي هي مشكلته، بده ينتقم منك. لا تخلي ألاعيبه تمشي عليكي، اوعك. ها ذاتا هو السبب بكل اللي صار. ليش فكرك فرح رح تقدر تنفذ منه؟ رح تشوفي بعينك. وأيمن عم يتعذب كتير، أصلاً همومه لفوق راسه وأنا عم زودها. ها؟ هيك؟ افتح عيونك بقى. شو بدك يا عميل؟ واحد زت مصاري على الأرض مشانك، خليه يحاول يرجعون. شوفي بسبب الحادث تأجل العرس، تركيهم بقى واهتمي بحالك شوي. ما عم بحسن سامح فرح يا منى، كأنه ما بقي بالدنيا واحد غيره. لسه بيروحوا وبيجوا وهي عم تنكر. قال عم يأسس وشغل. لك لو ما عم تكذب على الأقل، لسه بصيرة المشروع عالطالعة والنازلة. عازمته حفلة الكوكتيل بكرة. نفختي لي قلبي. اف قيمك مسير طنيا حاج بقى. تعرفي لو كنت أنا بمحلك بجاكرهم وبطقق قلبهم وبروح على حفلة الكوكتيل بكرة. تركيهم وقولي لهم ما بتهموني بالشي. حبيبتي خليهم يفهموا انه ما بيهمك ابدا اللي عم بيعملوه. روحي بالنكاري. ترام سوسو فرح. الحمد لله على السلامة حبيبتي. شو أخبارك؟ إذا ما بدك تطلعي برات البيت أنا اللي بيجي لعندك. أهلا وسهلا، يلا احكي لي شو عندك. صايرة بيتوتية على غير عادتك. شو عم تعملي بين هالأربع حيطان؟ ليش ما عم تطلعي؟ لك شو عرفني، مو جاي عبالي أطلع. أي يلا لا تلفي وتدوري، قلي لي شو صاير معك. لا ما في شي. لشو حالة تلي أسلكان؟ طلعي فيني. إذا حاطة عينك على شي واحد وما بدك تقولي رح أزعل منك. ها لا حبيبتي. طيب ماشي، خلينا نطلع وبعدين رح أعرف كيف خليكي تحكي يا ست فرح. رح قوم نقيلك شي شغلة تلبسية مشان نطلع. شو رأيك؟ ميسون بيطير العقل. وين الاكسسوارات؟ ميسون حبيبتي عن جد ماني حابة اطلع. مين هذا فرح؟ كشفتك.
هذا عمار شريكي. قلتي لي شريكك؟ بس إذا منطلع بعيونك منلاقي أكتر من هيك. إيه سوسو ممكن تعطيني إياها؟ استني لشوف. بعينته ظريف كتير والله، تعرفي تنقي.